بعد ما شفت ماتشين انا عارف انت هتقول لي صعب قوي نحكم، انا عارف ان حضرتك هتقول لي ان من الصعب ان انا احكم على سواريش دلوقتي، لكن انا بتكلم ان انت عند حضرتك رؤية فنية يعني ادرى مننا، فهل انت شايف ان سواريش هيقدر يساعد النادي الاهلي على حجم وكم البطولات اللي بيدخل فيها الى جانب الاستراتيجية المختلفة اللي بيشتغل عليها النادي الاهلي، سواء بقى في الدعم الصفقات سواء في البطولات، فشايف ان سواريش هيكون مؤهل لده بعد ما شفت ماتش بتروجيت والجونه؟ بص خلينا نكون برضو واقعيين في حاجه، الاهلي لما بيلاعب فرقه من الدرجه الثانيه النهارده في السويس بتخرج الجيش اللي بقاله 15 ماتش ما بيخسرش، صح ولا لا؟ فبالتالي الفرق اللي هي بتبقى بالدرجه الثانيه وبتلعب ماتش كاس بيبقى الماتش بالنسبه لهم ما هو الا شو، بيطلع اللعيب يعمل اقصى ما عنده وبيقاتل في الماتش ده لان مباراه ما بتتكررش معاه كتير، فممكن المفاجآت بتحصل كتيره في الكاس، بدليل النهارده الجيش بيخسر من السويس، بدليل ان بتروجيت كسبت فرق كبيره في الدوري، فطبيعي ان ممكن يحصل ان الفريق اللي طالع من الدرجه الثانيه يعمل يعني بما معناه الحظ يبقى حليفه ويكسب المباراه، ودي حصلت كتير. المباراه الثانيه مع فريق الجونه في ملعبه، فريق الجونه مش هنقول ان الاهلي كان جيد في المباراه، الاهلي اضاع بعض الفرص مش كتيره لكن كانت فرص مؤثره جدا، بجانب ان ملعب الجونه برضو ليه طريقه معينه في اللعب ممكن يكون الراجل ما عندوش خلفيه بيها قوي، ملعب الجونه في ملعب فيه هواء قوي جدا والناحيه الثانيه العكس التيار ضده، حسينا اللعيبه مش يعني الملعب برضو كان ليه بعض التاثير لان انا لعبت كتير في ملعب الجونه وكنت لعبت في سنه من السنين مع نادي الجونه في الملعب ده. مش هنقول برضو دي بس لكن في عوامل كتير اثرت، لكن الراجل عشان نقول هيقدر يعمل مع الاهلي نجاحات او ما يقدرش، انا ما اقدرش اقول لك النهارده من ماتشين طيب. ما اقدرش اقولها ان من ماتشين احكم على الراجل، تمام. الراجل لسه قدامه وقت ان هو يشتغل ونشوف فكره، هو لسه ما حطش فكره. المداخله اللي فاتت قلت لي الدوري 60 40، 60 للاهلي و40 للزمالك. بعد مباراه الجونه لسه عند كلامك؟ برضه النسب متقاربه، ما لا يعني لسه عند كلامك 60 40 ممكن تكون يعني طبعا بعد الاهلي لما بيضيع فرص بالنسبه له اكيد الفرص بتقل، لكن ما زال انا بقول الاهلي 60 40 مع الزمالك لان الزمالك برضه ما دخلش في المباريات المضغوطه زي النادي الاهلي، هيبين الكلام ده الماتشات الجايه، الاهلي والزمالك عندهم خلاص ماشي. انا برضه هجيبك الفترات الجايه، ولو انت كسبت في الاخر هنجيبك هنا حلقه مع رضا عبد العال. طيب ماشي ومنك ليه ومنك ليه. لا انا عندي كلام، النادي الاهلي ان شاء الله الاهلي بنسبه هو نسبته الاكبر برضه في حصوله على الدوري بنسبه مش كبيره قوي، لكن بالنسبه اللي انا قلت فيها وبرضه اتحط في الاعتبار برضه فريق بيراميدز اللي اتحط في الصوره من خلال نتائج النادي الاهلي، يعني نتائج النادي الاهلي قربت بيراميدز لكن ما زلت على تمام كلام النادي الاهلي. تمام يا كابتن، ادينا الماتشات اللي جايه خلينا نشوفها كده وادينا مع بعض باذن الله. ماشي بالتوفيق يا كابتن ربنا حبيب. وانا اتمنى انك حبيب. تكسب عشان تيجي تشرفنا هنا ان شاء الله. ما تقلقش ان شاء الله باذن الله. بشكرك كابتن، شكرا كابتن.